نعم يا شيخ، السلام عليكم وعلى السادة المشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا المهتدي محمد فارل. طبعا هذا اسمي، يعني اللي يعني الاسم المستعار مو اسمي الحقيقي، نعم. لأن ما أقدر أكتشف عن اسمي الحقيقي. نعم. الحمد لله، قبل يعني تقريبا أسبوع أو يعني أنا صار أكثر من شهرين متابعك، متابع الأخ الحمد وليد لله. إسماعيل والأخ أشرف، أشرف غريب. فالحمد لله تبينت لي الحقيقة كاملة، اللهم لك الحمد. والحمد لله اهتديت أنا وأمي وأخي. الحمد لله، هنيئا لكم أخ محمد، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا رب. الله يحفظك يا شيخ، بس يعني عمان ما قبلوا هذا الشيء، واحنا يعني طلعنا من البيت. نسأل الله أن يثبتكم يا رب وأن يعودكم خيرا. يعني هم يعني عمان هددوني بالقتل اكثر من مره، ولحد الان يلحقونه. حفظكم الله من شرهم، نسأل الله أن يحفظكم من شرهم. فاحنا تفضل. يعني كنا محافظه الديوانيه، وبعدين انتقلنا بغداد، وهسه حاليا ما يعني انتقلنا يعني طلعنا خارج بغداد. عموما اخويا يعني محمد، ما اقدر، لا اريدك انك تفصح عن معلومات عنك، واتمنى ان شاء الله نتواصل بعد البث على الرقم الخاص باذن الله تبارك وتعالى، وان شاء الله يكون عندك إن شاء الله. نتواصل عليه باذن الله حتى تتعلم الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح، ولو كان عندك اي اشكالات انت او امك او الاخوة اللي معك، اخواتك او اخوانك المهتدين، وباذن الله تبارك إن وتعالى شاء الله دائما التواصل. إن شاء الله إحنا مستمرين متابعتك. ان شاء الله حفظك الله حبيبي، ورعاك. ويعني ليس امامك الا الصبر اخي محمد، فانا اقول لك اصبر على الاذى، فكل هذا في سبيل الله، وسيعوضك الله خيرا في الدنيا قبل الاخره باذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله على كل حال، بس إن شاء الله يعني الله يشفينا شرهم، امين. بس أريدهم يكفون عنا. الله يكفيكم والحمد شرهم لله، يا رب، نسال ان يكفيكم شرهم وان يعوضكم خيرا باذن الله تبارك وتعالى. الله يحفظك. أنا يا حياك شيخ، الله، حياك الله حبيبي، جزاك الله خير، حياك الله، في أمان الله، جزاك الله خير. مع السلامة. هنيئا لك أخ محمد، واصبروا واحتسبوا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا من الأذى الكثير، وكلنا نعرف في قصة عمار وأم عمار، يعني هذه الأسرة المباركة وما حدث لهم، واصبروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لك اصبر، والملتقى بإذن الله تبارك وتعالى على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا تكفير لذنوبكم ورفع في درجاتكم بإذن الله أخونا محمد، ونسأل أن يثبتك رب أنت وأمك وأخوك المهتدي أو أختك، لا أذكر الاسم، قلت أختك أم أخوك، نسأل أن يثبتكم يا رب، وأن يهدي عقلاء الشيعة. من هنا يعني إحنا نخاطب عقول الشيعة أن يفكروا كما فكر هذا الأخ، وهو اسمه مستعار محمد فضل كما أخبر، فكروا كما فكر حتى يأخذ الله تبارك وتعالى بأيديكم إلى الحق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.